السلام عليكم ورحمه الله مشاهدي الكرام كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك الذي نرجو ان يعود علينا في الاعوام القادمه وقد تحققت بعض احلامنا على الاقل في العيش الكريم فوق ثرى وطن حر مستقل وطن تحكمه الامه للفرد وتسوده المحبه للبغضاء ويتجه فيه الناس الى المستقبل لا الى الوراء وطن للانسان لا للسيد والزعيم وما شابه ذلك من اسماء ومفاهيم جاءت من عصور الجاهليه والانحطاط هذا ما نحلم به وما ينبغي ان نفعله فالانسان بلا حلم ذكرى انسان وخير ما يفعله الانسان في ظل هذه الظروف الماساويه هو ان يربي الامل كما قال محمود درويش وبالعودة إلى الواقع سنتحدث هذا الأسبوع عن المستجدات في المشهدين المحلي والإقليمي على المستوى المحلي اليمني هناك بوادر صراع مرتكب بين جناحي الانقلاب في صنعاء يستحق قراءة في مقدماته ونتائجه وسنخصص لذلك المحور الأول من هذه الحلقة على المستوى الإقليمي هناك إعادة تموضع في بعض التحالفات السياسيه داخل اقليم الشرق الاوسط تحتاج الى تسليط المزيد من الضوء على هذه التموضعات الجديده وسنخصص لذلك ايضا المحور الثاني من هذه الحلقه كونوا معنا شهدت صنعاء الاسبوع الفائت توترا غير مسبوق بين جناحي الانقلاب الغاشم اسفر هذا التوتر عن مقتل وجرح بعض المحسوبين على الجماعتين صالح والحوثي هذا التوتر كان متوقعا يعني من قبل بعد المشادات الكلاميه الحذره بين كل من عبد الملك الحوثي وعلي صالح التي سبقت هذا التوتر بايام قليله وكان متوقعا ايضا بعد افشال الحوثي للفعاليه الهامه التي خطط لها علي صالح بدعم من الامارات والسعوديه اعني فعاليه حشد ميدان السبعين في الذكرى الخمسه والثلاثين لتاسيس حزب المؤتمر الشعبي العام اما دارسوا الظواهر السياسيه المحترفون فقد توقعوا الصراع صراع دموي حتمي بين طرفي الانقلاب من وقت مبكر لعلمهم هؤلاء المختصين لعلمهم ومعرفتهم ان صندوقا واحدا لا يمكن ان يتسع ثعبان وعقرب في آن معا إما الثعبان وإما العقرب لا بد لأحدهما أن يقضي على الآخر حتى يعيش الحوثي جاء ليكبر ويستمر لا ليغادر ولن يسمح بمجرد التفكير في العودة إلى الوراء لأن التراجع هنا بالنسبة للحوثي هو بمثابة القفز من حافة جبل وهيهات ان يعود الى قمه الجبل مره اخرى هو يدرك ذلك ولكي يبقى لا بد ان يستولي على كل عناصر القوه في صنعاء والمحافظات الشماليه ومع ان كثيرا من هذه العناصر ما زالت بيد المخلوق فان الامر لن يستتب له للحوثي يعني حتى ينتزع كل ما تبقى بيد المخلوق والمخلوع يدرك ذلك جيدا المخلوع يدرك أن المعركة مع الحوثي ليست كالمعركة مع غيره وأنه إذا لم يحافظ على عناصر قوته المتبقية وخلال هذه الفترة تحديدا فسيأتي اليوم الذي يصبح فيه مقتولا في أحد المخابئ أو معلقا على حبل مشنقة صالح يدرك أن الحوثي هو الخصم الوحيد الذي يكتسم معه نفس عناصر القوة التي طالما كانت حكرا عليه في العقود الماضية كان المخلوع في العقود الماضية دائما يحتكر أربعة عناصر للقوة جعلته مستمرا حتى الآن كان أول هذه العناصر الشريحة الشعبوية الدغمائية التي تعبد الحاكم حتى لو كان عجلا من ورق، احنا تكلمنا انه من خصائص المؤتمر الشعبي العام انه لديه طبقه واسعه من الشعبويين وتسميه المؤتمر الشعبي تسميه تخفي وراءها حقيقه اخرى هي المؤتمر الشعبوي. هذه الفئه الشعبويه الدغمائيه التي وصفناها في حلقه سابقه وحللناها. كانت هذه الفئة الشعبوية التي تتسم بانعدام الخيال وانعدام الضمير وتتسم بمجموعة سمات وعدم الشعور بالمسؤولية إلى آخره كانت واحدة من عناصر القوة بيد صالح يستطيع أن يحركها كيفما يشاء وثاني لماذا كيفما يشاء لأنه عادة هذه الفئة أينما وجدت في أي زمان وفي أي مكان وظيفتها عبادة الحاكم كيفما كان هذا الحاكم حتى لو كان حاكم فاشل حتى لو كان مستبد حتى لو كان حتى لو كان يجلدها ليلا ونهارا آه هذه فئه خلقت دائما لعباده الحاكم وتحويله الى صنم. ثاني عناصر القوه التي كانت بيد صالح هي المال وتحديدا مال الدوله ومال الصفقات الحرام. ثالث عناصر القوه التي كانت بيد صالح دائما هي القوه العسكريه والامنيه التي يهيمن بها ويهدد بها المتمرد على سلطانه. رابع عناصر القوة التي كانت بيد صالح هي المعلومات. المعلومات التي تزوده بها اجهزة المخابرات. عناصر القوة هذه اصبحت مقسومة على اثنين في صنعاء هما المخلوع والحوثي. الان في الوقت الراهن الحوثية هي الحركة المؤهلة لوراثة المخلوع، لم يحدث من قبل ان تقاسم المخلوع مع أي فصيل آخر مع أي حزب سياسي أو جماعة سياسية أن تكاسم هذه العناصر عناصر القوة التي كانت بيده وما زال نصيب صالح من هذه العناصر يتناقص كل يوم ما لم يتلافى نفسه في أسرع وقت ممكن لاستردادها الحوثي اليوم ينافس المخلوع في ميدانه الخاص ينافسه في السيطرة على الكتلة الشعبوية الدغمائية في شمال اليمن تحديدا معظم أنصار الحوثي كانوا أنصار علي عبد الله الصالح وهم من تلك الفئة الشعبوية كما سميناها وينافسه أيضا في مصادر المعلومات التي كانت توفرها له أجهزة الدولة وينافسه في مصادر المال موارد الدولة تحديداً وينافسه في القوى العسكرية أهم مقاتلي الحوثي هم من أبناء القبائل التي يعتمد عليها صالح دائما في تثبيت سلطانه إذا هذه كلها عناصر كانت لصالح وأصبحت مكسومة بين صالح وبين الحوثي هذا وضع جديد لم يكن معروفا أيام الصراع بين المخلوع وخصومه السابقين يعني الاشتراكي والاصلاح مثلا حزب الاصلاح مثلا كان يتمدد جماهيريا في الكتلة اليمنية المتعلمة من طلاب الثانوية وخريجي الجامعات وليس في الكتلة الشعبوية التي كانت من نصيب المؤتمر وكان نصيبه من الكتلة الشعبوية محدودا كما ان حزب الاصلاح يعني اهم المنافسين للمؤتمر كان لم يكن ينافس المخلوع على موارد الدولة بصورة حقيقية يعني بل كان يصنع موارده المالية الخاصة المستقلة عن الدولة من خلال مشاريع تنموية أهلية مثل الجامعات الخاصة المدارس الخاصة الجمعيات الأهلية الخيرية واشتراكات أعضائه ومؤيديه وما شابه ذلك هذه مصادره في التمويل مواردها المالية إذا لم يكن ينافس صالح في موارد الدولة إذا نحن أمام حقيقتين متضادتين في شان جناحي الانقلاب الحقيقه الاولى هي ان القوه في صنعاء لا تقبل القسمه على اثنين اما الحوثي واما علي صالح والحقيقه الثانيه هي ان المعركه بينهما لو وقعت الان ستكون معركه صفريه يعني النتيجه ستكون خساره الطرفين معا وهي وذهابهما معا الى الى الجحيم الطرفان يدركان هذه المعادله تمام الادراك ولهذا يحاولان تاجيل هذه المعركه حتى ياتي الفرج من الغيب والغيب هنا طبعا هو الاسم الحركي لنظام اقليمي مجاور دوله مجاوره او دولتين مجاورتين ولكي نتنبأ بمستقبل جناحي الانقلاب في صنعاء في صنعاء لابد من اضافه حقيقه ثالثه تقول ان دول التحالف العربي بقياده السعوديه مستعده لفعل اي شيء يضمن عدم نجاح ثوره فبراير وحصول حزب الاصلاح على مكاسب من اي تسويه قادمه، هذه حقيقه ثالثه اي ان الهم الثاني الهم الثاني او الهم الثاني لدى السعوديه بعد ازاله التهديد الحوثي هو حرمان حزب الإصلاح نفسه من أي مكاسب في التسوية القادمة بناء على هذه الحقيقة أو على هذه الحقائق الثلاث كيف نتوقع المستقبل في ضوء هذه الحقائق حقيقة أن السلطة في صنعاء وضواحيها لا تنقسم على اثنين وحقيقة آه إدراك الحوثي وصالح بأن المعركة بينهما ستؤدي إلى نهايتهما معاً في الوقت الراهن وحقيقة أن السعودية لن تسمح لحزب الإصلاح وشرعية فبراير أن يكسبا المعركة في اليمن القادم بناء على هذه الحقائق الثلاث ما كيف يمكن أن نتنبأ بالمستقبل ما الذي يمكن أن نقرأه في المستقبل القريب والمتوسط بالنظر الى الحقائق الماضيه يمكننا توقع السيناريو الاتي ستقوم دول التحالف بدعم احد اطراف الانقلاب في صنعاء ضد الاخر وتحديدا طرف المخلوع السعوديه يبدو انها تفضل جناح المخلوع في حين ان الامارات تفضل جناح الحوثي لان هذا لا يعني ان التحالف طبعا يفكر بانهاء الحاله الحوثيه تماما بل يرغب في ازاله البعد العسكري في الحاله الحوثيه والاكتفاء ببعدها السياسي والاجتماعي السعوديه تحديدا لان بقاء الحوثي في المشهد يعني بقاء اليمن في حاله صراع وبقاء المتصارعون في حاجه الى حمايه الخارج وهذا ما تريده السعوديه والامارات دول التحالف دول التحالف ترغب في اعاده النظام القديم سواء بإعادة نجل المخلوع نفسه على رأس السلطة كما تريد الإمارات كما يقول البعض طبعا لأنه هناك من يرى أنه الإمارات تلعب بالمخلوع أو بدون المخلوع ونجلك كما تفكر السعودية ودول التحالف تقبل بالحالة الحوثية في صورتها السياسية ولا تقبلها كحالة عسكرية يعني هم خصومتهم مع الحوثية هي خصومة هو مخاوفهم من من التمكين العسكري للحوثي، لكنهم ما عندهمش مش مشكله انه يكون شريك مع علي عبد الله صالح في حكومه واحده يكون فيها المهيمن هو علي عبد الله صالح. دول التحالف متفقه على استبعاد حزب الاصلاح سواء في بعده العسكري او في بعده السياسي، ومن ثم فان من الراجح ان يحاول التحالف تعزيز قوه المخلوع عسكريا على حساب الحوثي. بحيث يصل هذا الأخير إلى وضع يقبل فيه الشراكة مع صالح على كافة المستويات عدا المستوى العسكري يريدون دفع الحوثي إلى هذا المستوى إلى مستوى القبول بشراكة مع المخلوع يتخلى فيها عن قوته العسكرية ويشاركه سياسيا إذا ينبغي من وجهة نظر السعودية والإمارات أن يظل النظام حكرا على أو السلطة حكرا على نظام المخلوع أما حزب الإصلاح ف من الراجح ان يتم التآمر عليه عبر بوابه الحرب على الارهاب او ما شابه ذلك بعد ان يتم استنزافه في حرب لا ناقه له فيها ولا جمل. ويبدو ان المملكه السعوديه تريد اقناع ايران بهذه الصيغه في الوقت الراهن. والتوجه الجديد للسعوديه في فتح نوافذ للحوار مع ايران ربما هو مؤشر على هذه الرغبه. إلا أن إيران تتحدث من موقع الواثق والرئيس روحاني صرح الأسبوع الماضي قائلا أن مشاكلنا مع السعودية سببها وتدخل السعودية في اليمن ودعمها للإرهابيين يعني روحاني تجاهل صراعه مع السعودية في سوريا والعراق والبحرين والكويت ولبنان وتذكر فقط صراعهما في اليمن وكانه يقول يعني لقد اصبح كل شيء في حوزتنا باستثناء اليمن وعلى السعوديه ان تسلم بالامر الواقع. تعالوا نستمع اليه. ما نريده هو علاقات جيده مع دول الجوار ولدينا علاقات جيده معها باستثناء اثنتين او ثلاث ومشكلتنا مع الامارات والبحرين مرتبطه بالسعوديه. وما نريده من السعودية أنه إذا كانت هناك مشكلة بيننا أن تحل عبر الحوار أيضا مشكلتنا مع السعودية هو تدخلها في اليمن ودعم الجماعات الإرهابية نأمل أن يترك اليمن لشعبه وألا يدعم هكذا تحدث صانع السجاد الإيراني ذلك العارف الخبير بحياكة المؤامرة على شكل سجادة جميلة السعودية في منظور روحاني داعمة للإرهاب في اليمن أما إيران فهي داعمه لمصانع السمن والصابون طبعا لو انه توخى الصدق لقال ان السعوديه تدعم كل ما هو ضد السعوديه فقط لا غير اعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا لنمعن النظر قليلا لا مستقبل يضيء في اعينهم فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد اردنا لهم الامان والدواء والابتسامه فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب. وانقطع اللحن. الطفوله في زمن الميليشيا. مرحبا بكم من جديد في تطور لافت للعلاقات بينهما استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي رئيس هيئة الأركان الإيراني الجنرال محمد باكري وعلى إثر اللقاء تم الإعلان عن تنسيق أمني مشترك بين كل من تركيا وإيران لمواجهة تهديدات مشروع الدولة الكردية المدعوم من قبل أمريكا وحلفائها العرب الكارهين لتركيا. طبعا هذا خبر غير عادي لأن الأصل في العلاقات التركية الإيرانية أن تكون متوترة هذا هو الأصل فلما يكون في تقارب هذا خبر غير عادي. لماذا ينبغي أن تكون متوترة؟ لماذا الأصل أن تكون العلاقات بين تركيا وإيران متوترة؟ هناك أسباب كثيرة بعضها تاريخي وبعضها مذهبي وبعضها الأخر وهو الأهم سياسي. إيران من وجهة نظر تركيا دولة تعبث في محيط الأمن القومي التركي. وهو المحيط الذي يشمل طبعا الشرق الأوسط بأكمله. وتحديدا في سوريا. تركيا تضررت كثيرا من تدخلات إيران في سوريا والخليج العربي. إيران بتدخلاتها في المنطقة وضعت تركيا في مرمى المؤامرات مره اخرى. طبعا كانت تركيا قبل الثوره قبل الثوره المضاده للربيع العربي كانت قد وجهت وجهها شطر الشرق الاسلامي وخصوصا الوطن العربي ليكون بمثابه عمقها التاريخي وسندها السياسي والاقتصادي في مواجهه الغطرسه الغربيه والابتزاز الاوروبي. اراد النظام التركي أن يبعث برسالة للغرب آنذاك مفادها لسنا مضطرين للبقاء تحت رحمتكم يعني تمنوننا بالانضمام للاتحاد الاوروبي وفق شروطكم المذلة. خمسة عقود ونحن ونحن على باب الانتظار حتى يعني تمنون علينا بالدخول الى الاتحاد الاوروبي. اتجهت تركيا شرقا وقالت لهم نحن لدينا بعد تاريخي يمكن ان يمكن ان نتحرك فيه ونستغني فيه عنكم. سوف نتحرك في بعدنا التاريخي والديني وسنكون بهذا البعد رقما عصيا على الكسر. هذا ما حدثت به تركيا نفسها. وقد جرت الرياح كما تريد السفن التركيه في ذلك الوقت طوال سنوات سنوات ما قبل الثوره المضاده تحديدا يعني للربيع العربي. وهو ما كان يؤرق المؤسسات السياسيه في الغرب. الغرب الذي لا يريد صداعا جديدا اسمه تركيا القوية لأن تركيا القوية كما قلنا مرارا تعني مشاكل كثيرة منها يقضى, يقضى الشرقية الطامحة في التحرر من هيمنة من هيمنة الغرب الشرق محتاج قيادة فقط لكي ينفض ويكسر قيود الهيمنة الغربية وتركيا قائد ممتاز في هذا الميدان وقد بدا هذا واضحا في مواقف النظام التركي من سياسات اسرائيل القمعيه قبل سنوات الربيع. يعني اردوغان والنظام التركي الحالي ورثوا علاقات الدوله التركيه مع اسرائيل. لكن كان له كان له سياسه خاصه مع اسرائيل كان للنظام اردوغان. سياسه غير متوائمه مع السياسه الاسرائيليه. وهذا كان اعطى مؤشر لدى الغرب بانه هذا هذا نظام غير محبذ. اما وقد اصبحت تركيا هي الام الرؤوم للثورات العربيه فقد لزم ان يضعوا لها حدا. وكان ذلك احد اسباب مؤامره الثوره المضاده للربيع العربي. يعني المؤامره على تركيا كان واحده من الاسباب التي دفعت الثوره المضاده للتامر على الربيع العربي. وكانت ايران هي إحدى الدول المساهمه في إجهاض هذا الربيع ومن ثم حرمان تركيا من حلفاء حقيقيين في المنطقه، كانت تركيا تعتقد ان دول ديمقراطيه في المنطقه ستكون حليف افضل من الدول الدكتاتوريه الموجوده. لما قضي على مشاريع الديمقراطيه في الوطن العربي خسرت تركيا حلفاء الديمقراطيه ودخلت في صراع مع دول المنطقه مع الدول الدكتاتوريه والانها اصبحت بمثابه مرجع للثورات العربيه ولما تمد تركيا يدها لايران اليوم بعد هذا كله فهذا يعني ان امرا جللا قد دفعها الى تناسي هذا العبث الايراني بامنها القومي لابد ان في شيء كبير خلاها تتنازل عن هذه الامور فما هو هذا الامر الجلل يا ترى وما مستقبل هذه العلاقات التركية الإيرانية. يعني سلطت معظم وسائل الإعلام الضوء على دافع واحد للتقارب التركي الإيراني خلال الأسبوع الماضي. هو دافع مواجهة تهديد حزب العمال الكردستاني الذي يخطط لإنشاء دولة في المثلث الواقع بين إيران وتركيا والعراق. وهذا دافع حقيقي وقوي ومصرح به. وهو تهديد طبعا تهديد قومي لكل من تركيا وايران كما يعلم الجميع، قيام دوله كردستانيه في هذا المثلث هو تهديد كبير لكل من تركيا وايران وللعراق ايضا. لكن في الحقيقه هناك دافع اخر لتركيا، تركيا تحديدا دافع اخر لهذا التقارب هو ارسال رساله الى حكام الخليج الذين تآمروا على النظام التركي. وعلى ثورات الربيع العربي هذه الرسالة تقول لا تراهنوا على خلافنا مع إيران في تنفيذ رغبتكم ورغبة أمريكا وإسرائيل في تحجيم تركيا والتضييق عليها ووضعها في الزاوية الحرجة لا تراهنوا على ذلك خلافاتنا مع إيران يمكن أن ننساها في لحظة إذا كنتم يعني ستوجهون حرابك حرابكم إلى تركيا نحن أيضا نستطيع أن نوجه الريح ضد اشرعتكم. هذا التقارب التركي الايراني قد يرتفع الى مستوى التنسيق السياسي في المنطقه بشكل عام. وإذا حدث ذلك فان الخاسر الاكبر هو دول الخليج نفسها وخصوصا السعوديه والامارات. هذا التقارب سيعزز الموقف الايراني بلا شك. ويبدو أن السعودية طبعاً تعزيز الموقف الإيراني ستخسر من السعودية ويبدو أن السعودية قد قررت بالفعل أن تخسر كل شيء أن تخسر كل المتعاطفين معها في المنطقة وأن تهدم كل الحصون التي ستحميها من أمريكا قبل إيران في مقابل ماذا؟ في مقابل أن تمنع التغيير في المنطقة وتنتقم من الإخوان المسلمين الى هذا الحد الذي يثير الشفقه والعجب اصبحت السعوديه مستعده لكل شيء الا قبول الاخوان المسلمين مستعده للتفاهم مع عدوها التاريخي والرسمي ايران والقبول بتنازلات مؤلمه لصالحها في سوريا والعراق وغيرها ومستعده لان تصبح العوبه في يد حكام الامارات ومستعده لان تضحي بحلفائها الاستراتيجيين في المنطقه ومستعدا لدفع ضريبه هائله للخزينه الامريكيه، مستعدا لكل ذلك وغير ذلك فقط من اجل ان تمنع الربيع العربي وان تنتقم من صانعيه وداعميه، صانعيه في المقدمه عند الاخوان المسلمين وداعميه في المقدمه قطر وتركيا. بالنسبه للاتراك لا يبدو هذا الموقف غريبا من السعوديه والعرب عموما يعني لانه سمعه العرب عند الاتراك طوال الوقت كانت سمعه سيئه. العرب في نظر التركي للأسف هم أولئك الخونة الغدارون الذين تعاونوا مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى الثانية ربما لمحاربة الأتراك والذين تعاونوا مع أمريكا اليوم للإطاحة بنظام أردوغان وهذه المعاني هي التي المح اليها الرئيس رجب طيب اردوغان في خطبه له قبل مده. طبعا اردوغان تحدث عن خيانه العرب وعن ما هو ما هو حاضر في الذهنيه التركيه لكن حاول في سياق النفي، حاول ان ينفي ذلك، حاول ان آآ آآ القول انه ان العرب ليسوا كما يقال عنهم في تاريخنا. تعالوا نستمع إليه ثم نعود للتعقيب. انظروا قيل لنا طوال أعوام أن العرب خالونا وطعنونا في الظهر، بل حتى أنهم وصفوا بعبارات شنيعة، وكذلك إخوتنا العرب علموا أن الدولة العثمانية قد استعمرتهم طوال سنوات. أبناء العائلات التي تم تفريقها عن بعضها بواسطة حدود مصطنعة في ليلة وضحاها، درسوا في المدارس تاريخاً متضاداً وكأنهم أعداء. يحاول أردوغان بهذه الكلمات أن يمحو بعض ملامح الصورة السيئة التي ارتسمت للعرب في الذهنية التركية. وكأنه بهذا الخطاب يوجه رساله مزدوجه للعرب قبل الاتراك. كانما يقول للعرب لاحظوا لاحظوا اننا في النظام التركي نحاول جاهدين تبييض صورتكم السوداء التي خلفتموها في اذهان الشعب التركي. فلا تقعوا في خطيئه الخيانه مرتين. يكفي ما جاء منكم ايام الشريف حسين. كونوا شرفاء لكي لا تحرجون مع الشعب التركي. طبعا هذه الرساله لن تصل لن تصل الى اسماع الذين ظلوا لان امر الحكومات العربيه ليس بيدها وانما بيد السيد الكبير والسيد الكبير يرغب في تركيع تركيا ويتبنى بصوره وقحه مشروع الدوله الكردستانيه بهدف فصل تركيا نهائيا عن محيطها الجغرافي العربي لتصبح معزوله تماما وفي حاجة دائمة إلى أوروبا. السياسة الجديدة للمملكة السعودية التي تتناقض كلياً مع سياسة عاصفة الحزم أقنعت الكثير من حلفاء السعودية بأنه لا جدوى من التعويل على السعودية في حماية الأمن القومي العربي. بل إن البقاء إلى جانبها كما يعتقد البعض قد يعرّض أمن هذه الدول نفسها للخطر كما هو حال السودان مثلاً. السودان التي وجدت نفسها تتعرض لمؤامره من قبل حلفائها الذين تعمل معهم في صف واحد في التحالف العربي. فما كان منها الا ان ذهبت تلعب وفقا لمصالحها القوميه. الاسبوع الماضي استقبل الرئيس السوداني وفدا لحكومه الوفاق الليبيه بقياده فؤاد السراج. طبعا من المعروف ان حكومه الوفاق الوطني هي السلطه المناوئه لليبيا السلطه المناوئه في ليبيا لسلطه حفتر المدعومه من الامارات ومصر وامريكا. نحن اذا امام محور سياسي جديد على مستوى المنطقه قد يتشكل من تخبطات السياسه الخارجيه الامريكيه. محور يضم كل من او كل من ايران تركيا قطر السودان. وجماعات الاخوان المسلمين على وجه التحديد نقول جماعات مش جماعه لانهم اصبحوا جماعات الان وقد راينا كيف ان حركه المقاومه الاسلاميه حماس قبل ايام قد ارسلت وفدا الى طهران فيما يبدو ان بعد أن يعني بعد ان كانت يعني حدثت خلافات وفجوه يبدو ان هذا الوفد بمثابه خطوه للتقارب مع ايران خطوة جديدة تصحيح وضع وهذا بالطبع سيأتي على حساب الأجندة الإماراتية الإماراتية الإسرائيلية في غزة إحنا إذا قلنا الأجندة الإماراتية يعني الأجندة الإسرائيلية هناك تطابق تام بين الأجندة الإسرائيلية والأجندة الإماراتية في المنطقة تطابق شبه تام إذن السعودية بسبب أخطائها الجسيمة وبسبب تخبطات السياسة الخارجية لها ربما تدفع لتشكيل محور جديد يضرها اكثر مما ينفعها. أخيرا كما نقول دائما ما زالت كرة اللهب تتدحرج ولا بد انها ستطوف على الجميع بما فيهم تلك الأنظمة التي شبت فيها النار أو التي قادت هذه النار فما الذي تخبئه لنا الأيام يا ترى لا ندري لكن ما هو معروف هو أن الإنسان يخطئ والزمن ينتقم كما قال المثل الفرنسي إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم أعياد مباركة في أمان الله